الشيعة أكثرهم في إيران. ليش؟ لأنه عمر الخطاب كسر مخشومهم وأذلهم، كسر مخشومهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نساءهم بالآلاف يجيبوها الأمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزع على دول الهمج ويتوزعون بيهن. هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، لا تظل كراهية باقية. ولهذا أعداء الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد الوليد، عمر، دائما عمر يزعل عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطو فد طابع ديني. ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. ولا كسر ضلع الزهرة ولا هجم، لا ما واقعا. فالعجم حقهم مو سهلة. امبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك، اسكندر احتل ايران كلها ولا عدة اشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب شو بيهم؟ ما خلوا اعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوه بالسيوف والشذنة، فلشوه كل واحد قطعة. وتاج ليش تفلشه؟ ذهب ما يستعمل هالتاج. لو هالزمان شان الأمم المتحدة والمنظمات التراث تشتكي عليها مثل ما طالبان فلشوا بوذان. هذا أثر قديم، ما يستعمل آثار شنو بيش حبه جيب. لذلك بعض المؤرخين يقولون أن الزهرة لما أصرت بين الحائط والباب أول نداء نادت به قالت يا مهدي. الله أكبر. يعني هو هذا ابن الذي ينتقم من أولئك الظلمة. نعم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يلا حضر غرامك يا الله، حضر دمعتك حبيبي. وداعت فاطمة العليلة، اتحدى واحد الان يباوع لي ما يبجي، لان عندي وعد ما اخذه من فاطمة العليلة. انا ما اخذه شخصيا من فاطمة، لا تقول لي شلون، انا مو بحالي شلون، انا ما اخذ وعد من فاطمة العليلة. لو تجيب لي جبار السماوات هسه ابجيك يا لو تجيب لي جبار السماوات هسه ابجيك يا يلا قول حاجتك. قولها طلعها لهاي الآه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة،
هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وحدة الرصد والمتابعة. وحدة الرصد والمتابعة بيان الحقائق الغامضة في دين الرافضة.